السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل خير. إن شاء الله النهاردة يا جماعة معانا فيديو يعني يعجبكم جدا، هننقل فيه خبر سار وبشرى سارة لكل محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، وهو نزول قناة يا جماعة جديدة بتنقل المباريات بالتعليق العربي. القناة يا جماعة اسمها فارازيتش، نازلة في اتجاه القمر الاماراتي يهسات 52 درجه شرقا. القناه يا جماعه موجوده على تردد 12476 افقي، ترميز 27500. يمكن استقبال القناه يا جماعه على طبق 70 في معظم الدول العربيه او كل الدول العربيه يا جماعه، يعني ممكن تستقبلها كمان في السودان على طبق 80 سنتي او 85 سنتي يا جماعه، باشاره عاليه جدا. اهم ما يميز القناه ان هي بتنقل بالتعليق العربي من قنوات بي ان سبورت. القناه يا جماعه اتش دي، قناة مفتوحة بدون شفرة، مجانية، يعني تقدر تشاهدها بدون شفرة عادي جدا يا جماعة. القناة يا جماعة موجودة على تردد اشارته قوية جدا جدا، يعني بامكانك تشوفها او تشاهد هذه القناة بطبق صغير يا جماعة. كل ما عليك لو انت موجه الطبق عندك سواء صغير او طبق كبير على المدار الموقع المداري 52 ونص درجة شرقا، ان انت تقوم بكتابة التردد يا جماعة على الرسيفر بتاعك والبحث عن هذا التردد. هتنزل معاك القناة يا جماعة مفتوحة باسم فارازيتش، القناة يا جماعة إيرانية بتنقل بالتعليق العربي، وده أهم ما يميز هذه القناة يا جماعة. وأنا يا جماعة هوريكم القناة دلوقتي في كادر صغير كده بس عشان ما ناخدش حقوق طبع ونشر، وهي ناقلة لمباراة مانشستر يونايتد بتاريخ 4/1 النهاردة 2020 يا جماعة. نشوف الفيديو يا جماعة. طبعا يا جماعة زي ما قلنا القناة هي اسم القناة هي فارازيتش، التردد بتاعها 12476 اتش 27500. اسم القناه فوق اهو، فارازيتش. القناه يا جماعه بتنقل بالتعليق العربي، نقله دلوقتي مباراه مانشستر يونايتد وولهامبتون، نتيجه 0-0، ده بتاريخ 4/1 يا جماعه 2020 الساعه 9 مساء يا جماعه. تعليق عربي يا جماعه. بعد يا جماعه ما شفنا القناه وهي شغاله بالتعليق العربي، يا ريت ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو وكومنت كده جميل منكم يا جماعه، تعرفونا فيه لو نوعيه الفيديوهات دي عجباكم ننزل لكم منها على طول فيديوهات، مش عجباكم يبقى بلاش منها بالفلاحه كده زي ما بنقول. فيا ريت تساعدونا يا جماعه في نشر الفيديو، وما تخليش المعلومه تقف عندك، حاول تنشرها للناس اللي هي ما تعرفش المعلومه دي. ناس كتير مركبه الياسات بس ما تعرفش ان القناة نزلت على القمر ده يا جماعة، فرجاء وفضلا وليس امرا اعملوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة لو انت اول مرة تشوفها، وفعل زر الجرس على وضع الكل عشان يجي لك منا كل جديد. والى ان القاكم في فيديو قادم، استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.